نختار نقول أننا في هذه الأنشطة اللي لين عدروا اليوم، لأن هاي الأنشطة لأن عندنا موسم ثقافي وعندنا موسم رياضي وعندنا موسم العمل التطوعي اللي هو تبرع بالدم، وعندنا الافتتاح العام الجامعي، وعندنا العمل اللجنة النسائية، وعندنا أنشطة مختلفة اللي أدروها طلابنا وأدروها مؤسساتنا كاملين، اللي قسموا فيها الأرشيف للطلاب كاملين سابق الامتحان وقبل الاختبارات، واللي كذلك أدروا فيها مراجعات للطلاب ياك يساعدهم كي تعرفوا، لأن الطلاب فيهم البعض اللي قد يعود ما متمكن حتى، وفيهم اللي قد يعود ما يحضر حتى للدروس، ويتعاونوا مع الطلاب الآخرين ياك يعدلوا لهم تقوية من أجل أنهم يستطاعوا أنهم يعدلوا الامتحانات الفردية والزوجية.